هو شكري وطلعت قد بعض، الاثنين 89، بس انا اصغر 90. انت 90، اصغر بسنه يعني. اه سنه. سنه. قول لي يا هشام، العروض اللي قدامك ايه دلوقتي؟ انا في المصري يا كابتن، والجونه وسموحه. المصري والجونه وسموحه، التلاته مقدمين، بس لسه ما حدش دفع ولا خالص. لا لا لسه كابتن، هو كان في المصري كان اقربهم، وانا اللي كنت موجود في النادي، بس ما اعرفش، كان في اختلاف شويه في الفلوس، فحسيت لهم يتاخروا شويه. فالنهارده باشمهندس فرج عامر وكده اتكلم مع النادي، وانا بالصدفه موجود عند كابتن نادي خشبه، والناس يعني ناويين ان هم يخلصوا كابتن وكده، فان شاء الله احتمال كبير بكره يبقوا موجودين في النادي، باذن الله اخلص بكره ان شاء الله بإذن. وانت سعيد بالخطوه دي يا هشام؟ انا اكيد يا كابتن، حضرتك عارف ان انا كنت عامل رباط صليبي يا كابتن ولسه راجع. فانا اتكلمت مع مستر مانويل والناس في النادي، قلت لهم ان انا محتاج كابتن اخد ماتشات. انا طبعا اي شرف لاي حد اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي. نعم. انا بتمرن كويس، والماتشات الوديه اللي فاتت كنت بادي بشكل كويس، الحمد لله مبسوطين مني، الجهاز الفني مبسوط، وكابتن هاني استدعاني المنتخب الاولمبي وشغال كويس الحمد لله. بس كابتن، هي النقطه بس اللي انا عايز، محتاج العب ماتشات كتير عشان ارجع تاني فورمه كويسه، فورمه ماتشات، واقف على رجلي كويس. برافو عليك، صح. فبدل كابتن ما اقعد في النادي ويبقى مثلا فرصتي في المشاركه مثلا قليله، او مثلا العب لي ثلاث اربع ماتشات في الدور الثاني كله، فافتكر ان شاء الله لو رحت اي فرقه من دي هيبقى ليا دور ان شاء الله معاهم، واقدر العب لي يعني الملعب 14 15 ماتش كابتن، هيفرقوا معايا وهيرجعوني تاني واقف على رجلي كويس. وخصوصا ان احنا عندنا الفتره الجايه كابتن مهمه، منتخب الاولمبي عندنا تصفيات وكده، فان شاء الله يبقى ليا دور معاهم باذن الله. وانت يا هشام يعني مايل، يعني نفسك تلعب في انه فرقه من الثلاثه دول؟ والله كابتن هي ما فيهاش مشكله طبعا، الواحد نفسه طبعا يبقى في النادي الاهلي طبعا الاول. خلاص انا واخد المرحله دي كابتن كمرحله يعني بجهز نفسي ان شاء الله ان انا ارجع النادي تاني، وابقى راجع بقوه وراجع حاجز مكان اساسي. يعني ما عندكش أي مشكله؟ اي فرقه ان شاء الله هادي فيها كابتن باذن الله، يعني هادي فيها كويس وهموت نفسي ان شاء الله فيها، سواء الجونه او سموحه او المصري. يا كابتن بالظبط. عموما انا علمت من الكابتن عادل القيعي ان اللي هيجي الصبحيه قبل التاني يخلص هيبيع. التلاتة يروحوا بدري بقى شوية. عموما اتمنى لك كل توفيق يا هشام بإذن الله في إعارة قوية ومفيدة جدا بإذن الله، وتعود مرة تانية الأهلي كلاعب أساسي بإذن الله إن شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا يا هشام، أشكرك شكرا جزيلا.